صباح الخير، اليوم رقم 21 في الرحلة. هذه هي البلاصة اللي نعس فيها، خاصة راح ما نعسش، نعست مزيان. كاين الريح والعجاج، الرملة. تقريبا هذا الريح هذا بدا مع هذيك ثلاثة صافي خرجت طيحت لا طونت ودرت الساك الكوشاج ديالي هنايا ونعست فيه. كيما كتشوفوا دابا راه يلاه جمعت الساك الكوشاج، شوفوا شحال ديال بزاف. البارح ملي كنت جاي كانت بانت لي الشتا جايه من هنايا. صافي جيت قديت الخيمه ديالي هنا، يلا بديت كنقادا وهي تبدا تطيح، ولكن ما طاحت غير شويه ماشي بزاف. هاد البلاصة هادي اللي كانت واجد فيها دابا كاين حداف ام الواد، كاين غير هنا فيلاج والعيون راه هي فين كاينة تقريبا شي 20 كيلومتر بحال هكا. دابا خاصني نبدا نجمع الحوايج ديالي، والصراحة صعيب نجمعهم في هاد الجو هذا، الريح بزاف ميمكنش. واو، اي واحد بغى يسافر لشي بلاصه فيها الصحراء يا اما هنايا في الجنوب او لا الجنوب الشرقي خاص ضروري تعول على هذا الجو. وصراحه انا معول عليه غير نفسيا، ماشي اما زعما ماشي زعما الماتيريال ولا شي يعني. غير نفسيا غير كتستعد وصافي، خاصك تعول على ليله بلا نعاس ولا المهم تعول على كل شيء. البارح دخلت لذاك البروغرام ديال الطقس، بان لي بلي اليوم غيكون الجو زوين، ما فيهش الريح، ولكن في الصباح دغيا تبدل الجو. الصباح عاوتاني ملي طليت بان لي 3 ايام ديال الريح. صراحة 3 ايام صعيبة، ولكن نشوفو كيفاش غيكون البلان ديالها. وان شاء الله غيكون غير الخير ان شاء الله. كاين البرد هاد الليلة، هادي البرد ديال بصح. هاد الصورة هذا داروا باش زعما ما يدخل حتى شي واحد لداخل، ولكن في الصحراء ما معاهاش الا شوف شحال ديال الرملة. دابا راه تقدر تطلع من هاد الصورة. واو، العجاجة جاية. هذا هو واد الساقية الحمراء على ما أعتقد. كاينين جوج طرقان هنايا، على اليمين كاين الشاطئ في أم الواد، وعلى اليسار كاين العيون. دابا إلا بغيت نمشي مع الطريق هادي ديال العيون صعيبة بزاف، حيت الريح كيجي من هنا. هلا قلتي كيجي من العيون، صعيبة الصراحة. يعني عاد شي طريق لفم الواد، وان
نشوف كيفاش غيكون البلان. كاين حتى واحد الفيلاج تما سميتو المرصا. هذه هي فم الواد، مدينة صغيرة ولكن خاوية. دابا نشد الطريق للمرصا، واحد المدينة صغيرة حتى هي سميتها المرصا. انا دابا في الخرجة ديال مدينة المرصا، غنشد الطريق ان شاء الله للعيون. تقريبا كاينه 26 كيلومتر. هذه مدينة المرصا، مدينة صغيرة ولكن مروجة، فيها شوية ديال الحركة، ماشي بحال فم الواد. فم الواد خاوية ما فيها والو. وتقريبا كاينه 8 كيلومتر من المرصا لفم الواد. ودابا الجو بدا كيتقاد، الجو زوين، مازال كاين شوية ديال الريح ولكن ماشي بحال الصباح. الصباح راه كان عجاج، كان الريح مجد بزاف. دابا لا، دابا مزيان. انا دابا وصلت لمدينة العيون، مازال ما وصلتش للسونتر ديال المدينة. وكما كتشوفوا السلسلة تيرسات، الحمد لله بعدا ملي خلاتني حتى دخلت لهنايا. كنت تيرسات في شي بلاصة أخرى كرفسنا، ولكن الحمد لله غنمشي عند شي سيكليس صايب. السلام عليكم، هذا اليوم الثاني عندي في مدينة العيون، وهذا اليوم رقم 22 في الرحلة. دابا خرجت باش نضرب دويرة هنايا في المدينة. صراحة مدينة زوينة وكبيرة تبارك الله. كاينه واحد البلاصه سميتها سوق الجمال، تما فين كاينين لوطيلات الرخاص، تما فين كريت شومبر ب 35 درهم، لا غلا على مسكين. المهم غير السلوك وصافي، ماشي زعما شي حاجه، شي اوفير ماشي حاجه. واو، مدينة العيون فيها ماتشا الصراحه ونقيه. هادي سميتها ساحات المشهور، بحال اللي كاينه في تيزنيت. حتى تيزنيت فيها ساحه المشوار. كما كتشوفوا الساحه خاويه اليوم، حيت اليوم الحد والساعه دابا 2 ديال النهار، كتعمر غير في العشيه. هاد الديكور هنايا زوين، يا سلام. واو، الجو مازال ما تقادش، مازال كاين الريح. المهم ما مشيتي كاينين الجرادي تبارك الله، كلشي خضر. لا لا، العيون زوينه بزاف الصراحه، هادشي رائع عندهم، هادشي يا سلام. هذا التيران ديال العيون، ديال فرقه شباب المسيره اللي كاينه في العيون. التيران سميتو محمد الغضف، هو أكبر تيران في الجنوب. هذا هو حي الجمال، بحال قلتي مدينة قديمة ديال العيون. القضية محركة شي شوية في هاد العشية. دابا خرجت باش نقلب على واحد الباتري ديال الكاميرا،
نشوف واش غنلقاه هنايا. هاد البلاصه هادي كنظن سميتها بكره. هذا هو الشارع اللي كيعمر بزاف هنايا في العيون، سميتو بكره. عامر تبارك الله. كنقلب على داك الباتري ولكن مازال ما لقيتوش. يوم ضربت الكيلومترات على رجليا. والطاكسي عندهم، تي طاكسي هنايا رخيصه، تي طاكسي ب 6 دراهم. وكاينين هاد التوك توك، توك توك ب 5 دراهم. بحال هذا اللي جاي دابا، هذا غير ب 5 دراهم. دابا خاصني نزيد نقلب مازال. ها الله نلقى. هذه هي مدينة العيون في الليل. التوك توكات كيقولوا لهم الكوير هنايا ولا شي حاجه بحالها، الكويره ولا الكوار. ها واحد النافوره. السلام عليكم. اليوم رقم 24 في الرحله. يلا خرجت من مدينة العيون، دابا غنشد الطريق ان شاء الله لمدينة بوجدور. تقريبا كاينة اكثر من 180 كيلومتر، وغندوز عاوتاني على المدينة الصغيرة مدينة المرسى، بعيدة ب 26 كيلومتر. اليوم طاحت شوية ديال الشتاء بالليل، دابا الجو زوين ولكن كاين الريح عاوتاني. شي 5 ايام دابا ديما الريح، ولكن اليوم غيعاوننا على الاقل بعدا من هنا حتى للمرسى فهاد 26 كيلومتر. من بعد غندور على اليسر، ديك الساعه ما عرفتش واش غيعاوني ولا غيجي ضدي، ولكن غالبا غيجي ضدي. ولادت من هذاك النهار ملي جيت من المرسى. المهم قديت بيكالا وصيفط الخيمه حيت حتى هي تهرست لي هذاك النهار. دابا كلشي هو هذاك، نتوكلوا على الله عاوتاني نشدوا الطريق. هذا هو المدخل الغربي لمدينه العيون على شكل خيمه، ديكور زوين، ولكن كاين تما برج ديال البوليس، يعني ميمكنش تصور على الخاطر. كنظن شوفوا الرملة في الطريق، ولكن الحمد لله ما كتجيش فاس بحال ذاك النهار. ذاك النهار الطريق هذي عذباتني، ولكن اللي عذباتني بزاف وسخسخاتني هي الطريق بين فم الواد حتى المرسى، غير 8 كيلومتر ولكن سخسخاتني. الساعة الريح كان مجد بزاف والرملة صعيبة صعيبة بزاف. وديك الساعة كنت معول بات شي اوتيل في المرسى، ولكن تما كاينين غير الاوتيلات الغاليين 100 درهم من الفوق. صافي داكشي علاش جيت للعيون، الاوتيل ب 35 درهم لا غلا على مسكين ديباناج. كتبان الرملية
مرة غير الريح هو اللي دافعني. انا مرة كان بيدار. هذا هو مدخل مدينة بلدية المرصة. نجي نقلب على شي قهوة نتغدى فيها ونتقدى داكشي اللي خاصني، وان شاء الله نشد الطريق لبوجدور على حساب الريح. هاد السلطة هادي كتجيب الفوسفات من واحد البلاصة سميتها بوكرا، كتجيبو لميناء العيون باش يتم التصدير ديالها. وهاد السلطة هادي فيها 100 كيلومتر تقريبا، وكنظن هو أطول حزام ناقل في العالم، كاين في الخرجة ديال مدينة المرصة، بلدية المرصة. مازال كاين الريح، كاين واحد الفيلاج لهيه سميتو تارومي، فيلاج ديال الصيادين، غيكون بعيد بكثر من 500 متر. الطريق كلها اللي جيت منها دابا بعيدة على البحر بكثر من 500 متر. شوف هاد البلاصة هادي، لكن شي بلاصة لا فيها شي بلاصه زوينه نقدر نخيم فيها حتى لغدا ان شاء الله. واخا الصراحه ما كنحملش نخيم في بحال هاد البلايص هاد، انا كنفضل شي بلاصه تكون خاويه الهواء طلق، داكشي اللي كيعجبني انا. ولكن دابا مع الريح ضروري تضرق بشي حيطه ولا شي حاجه. بحال شي دار يلا كتبنا. شوف شحال ديال الرمل، صراحة بلاصة واعرة غير على حساب الريح. نشوف شي بلاصة نقية ندير فيها الخيمة. هذه هي البلاصة اللي درت فيها الخيمة، والريح ديما في هاد الوقيتة تقريبا في هاد 5 أيام ديما في هاد الوقيتة الريح كيتكالما شوية، مكيكونش مجهد بحال قبيل، ولكن في الصباح كيكون مجهد. ونتمنى يكون غدا إن شاء الله يكون الجو واعد، يكون الجو زوين باش نجدو الطريق بدون مشاكل. ايوا هادشي اللي كاين. دابا خاصني نقفل البيكالا وندخل نطيب شي حاجه حيت فيا الجوع. الطريق بعدت عليها شي شويه، واخا ماشي بزاف، ولكن سمر مزيان. هادشي اللي كاين